يعني نظام الحمد لله الذي جعلنا نجتمع هكذا وبنية طيبة، بنية الإصلاح لا غير، لا غير. نحن لا نبتغي الارتزاق ولا أشياء أخرى، احنا غيورين على هذه البلاد. حينما جاءتني فكرة أن نجتمع مع الإخوان الصحفيين جزاهم الله خيرا الذين يعملون نهارا وليلا لتوعية الشاب في سبيل الله، كان منهم اللي ما يديروا حتى شي مقابل، هذا أسعدني جدا. يعني الإخوان ديري واحد نظرة تاريخية على المغرب. المغرب استقل في 56 هل يعني حرز على استقلال كامل أم شبه الاستقلال؟ هي الأولى. الاستقلال ديالو كان شبه الاستقلال، فتي باقي كل ما يسمى بالصحراء المغربية تحت السيطرة الإسبانية، طرفايا تحت السيطرة الإسبانية، سيدي إفني كذلك، الجزر الكانارية اللي حد الآن راها ثروة كبيرة، الجزر الجعفرية اللي جهة السعيدية. هذا الخلل الأول. الخلل الثاني بدأوا دساتير 60 لغير ذلك حتى 2011، مع كل الأسف دساتير كلها يعني اسمحوا لي أنا حسن نية مركزة على رئيس البلاد، مركزة على رئيس البلاد لا القضائية ولا وهذا فهمتين إلى غير ذلك. نقول لكم أنا يعني الشوائب راه حتى شي عمل ما يكونش كامل إلا إلى جمع الله تعالى. حتى هنا عمل ديالي نبغي تكون فيها الشوائب، نبغي اللي يلاحظ عليها. قال عمر بن الخطاب رحمه الله هذا لعيوبي، خصنا نقبلوا العيوب الإخوان، ماشي واحد يقال العيوب حنا نوجهوا ليه يعني البندقية ديالنا، لا. مراها ماذا فعل ورثة الفرنسيين؟ طبقوا المناهج ديالهم، مع كل أسف المناهج ديالهم، لا في القوانين لا في سياسة الاقتصاد لا في التنظيم إلى غير ذلك. حتى الصادرات اللي ديالنا كانت كلها لفائدة المستعمر القديم، كلها السكك الحديدية اللي أنشئت في 1920 كانت لفائدة الفرنسيين باش يخرجوا منها الفوسفات. الإخوان نزيد باش لأن المجال طويل، نعطيهم غير بعض الإشارات. مورها كان قوانين اللي وصلناها مع الاستعمار ما غيرناهاش، مع كل أسف قانون مكتب الصرف الفرنسيين 1939، قانون المركز البنك المركزية 59، قانون الجمارك 59، قانون الموثقين إلى غير ذلك. كل القوانين كلها ما زالت تخضع للسياسة الفرنسية القديمة. إحنا قال لك إحنا عبيد، لا يتكلم العبد إلا بلغة سيده، ولا يدين إلا بدين سيده، ولا ينهج إلا بما اصطره الله السيد يعني. إحنا راه ما قدناش حتى نتحروا بهذه الفرنسية، قرينا إحنا كنا صغار قررنا الفرنسي، ولكن كي نضجنا وكبرنا أجبرنا لا لا عندنا لغات كبيرة، وأحسن لغة ديالنا اللغة العربية وما يليها أصحاب البلاد الأمازيغية ولاد البلاد ما نكرهمش. موراها الإخوان شنو وقع؟ وقع واحد عدم تصنيع. احنا مشينا في الاول هذاك المنتوج الخام كان مقتسم على قطاع الفلاحه، قطاع الصناعه، قطاع الخدمات. قطاع الفلاحه هو اللي كان مهم جدا، غادي نقول بعد الاستقلال الفلاحه هي كل شيء، كان علينا نكونوا بلد متقدم في الفلاحه. كانت خلتنا فرنسا واحد البيزانه، كانوا الفلاحه كلهم مقتدرين الى غير ذلك. بقينا كنهمشوها غير بشويه، نهمشوها الى حد الان عند 14% في المنتوج الخام، 30% ديال الصناعه و 56% ديال الخدمات. عندك سيدي عدم توزيع الثروه بطريقه عادله. احنا باللي عرفنا المغرب وهو كان واحد 10% ديال الساكنه تحكموا في ثروه 90% ديال المغرب، و 90% ديال الساكنه المغربيه لا شيء لها، لا احنا نعرفوا هذه دائما. كان كذلك مشكل ديال الإقلاع من التخلف. راه 67 سنة اللي باش استقلينا، جا مورانا البرازيل المكسيك وشيلي إلى غير ذلك، ولاو من البلدان الناشئة سون دي بي إيمرجون. حنا راه باقينا فينا يعني أنا نقدر نقول متخلف، باقي متخلف. وشنو هما الإشارات ديال تخلف الإنسان؟ هو ميزان التجارة
عجز مزمن ديهم من عندي، ماشي عجز صغير، من 40 حتى 50% ميزان الاداءات. نظام الضرائب، نظام الضرائب ما يعني في لفائده رؤوس الاموال، رؤوس الاموال كونوا مؤكدين غادي نجيو له وحده وحده الا بغيتو الا كان الوقت. يعني الا بغيتي حتى السياسه التي نهجها المغرب تعدد الاحزاب، كان واحد ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه كاع ديال الاحزاب، احزاب مناظره والاخرين من صنع الدوله. كي درتي لها؟ انا عشت هادشي، ماشي نقول لكم انا دخلت الكليه 71 وكانت باقي عاد اليونان واليجام، كنا كنمشيو نناظروا بالسناس الى غير ذلك، ما بقاش بعد نوزعت روح النضال من الطلبه، راه كلشي راه كيشجع الكره، كلشي لي زول دخل، ما بقاش الطلبه كيديروا السياسه مساكين. كاين ثغرات كثيره، انا بغيت نقول لكم شنو هما المكتسبات ديال المغرب في الساعه. سمحوا لي، المغرب عنده مساحه ديال 710 850 كيلومتر مربع، عنده سكنه ديال 38 مليون، عنده طرق معبده 60 الف كيلومتر، عنده الطريق السيار 1900 كيلومتر، عنده السكك الحديديه 2100 كيلومتر، 300 ديال السريع، مطارات كاين 6 مطارات كبار و9 مطار صغيره بما فيها مطارات عسكريه، المواني كانت 28 ميناء، الساكنه القرويه عطاو لها مساحه ديال 90% في المغرب وهي غير 40% من الساكنه وفقيره جدا. الدليل القاطع على بحال اللي كان أستاذ الكريم أنه الزلزال أظهر العيوب، كشف عن العيوب، ما عندهم تحتية بنية تحتية، ما عندهم وسائل العيش، ما عندهم مراكز استشفائية، ما عندهمش مدارس تعليمية. يقدر تما السيد يهز البهيمة ديالو يمشي 5 كيلومتر باش يديروا واحد الفيتون باش يقري واحد 10 ولا 5، ما عندهمش. بينا العيوب ديالهم مع كل اسف، هذه لي كونتراديكسيون، هذا التناقض اللي كان ما بين القطاع العصري والقطاع التقليدي اللي كان في الكره راه باقي، راه مشكل جدا. اش دارت اليابان؟ اليابان جابت جميع الامكنه اللي في الكره، جهزتها وثنت، ماشي كانت هجره من القرى الى المدن، لا مشات هي عند المدن. اسمحوا لي نزيدكم شويه، كاين التعليم، عطيتكم التعليم، كاين 12 جامعة 1200 طالب، كان 10000 مؤسسة تعليمية فيها 8 ملايين ديال التلاميذ. الأمية، والله خلني عليكم بالله، 67 عام ديال الاستقلال وباقي عندنا 35% ديال الأمية الذين لا يعرفون كيف يكتبون ويقرؤون، مشكلة. كان واحد المرة الحسن الثاني قال لهم الأمية ماشي اللي ما يعرفش يكتب، اللي ما يعرفش جوج لغات. هذه أنا سمعتها من الحسن، مع كل حساب 35 أمية ما يعرفوش مع الأسف. كي تمشي تهضر، أنا كان غادي مداخلة في مواقع، واحد 35 غادي يفهموني؟ ما يفهمونيش، ما يفهموش الأستاذ، ما يفهموش. إيوا خصنا الناس نقريوهم باش تفوت واحد الرسالة توصلهم. 65 و65% اللي قاريين عاوتاني فيها واحد القسط ديال الوعية قليلة. يدير هكا يشوف في الساعة عنده الوقت، واش في الساعة واش 10 دقائق ولا 15، يشوف واش يشوف فيها، ما يحللها ما والو، ويبركع على يديها يفوت واحد اخر. عندك الطب، عرفتوا بلي كان في المغرب احتياج الاطباء، شحال عندنا الاخوان من طبيب؟ 25000 طبيب، 7 الاطباء لكل 10000 ساكنة، شحال عندنا ممرضين؟ عندنا 30000 ممرض في القطاع الخاص والعمومي، واش قادة؟ خص يكون لكل طبيب على الاقل جوج ممرضين ولا ثلاثة، ما كايناش. يوقع دابا الطبيب يدير عملية في المستشفى، هو يخيط بنفسه، هو يبنج، هو يدير كل شيء، راه مشكل. هذه الإخلالات وهذا الإعجاز راه خصنا ليه ننتبهوا له باش وصلنا هذه الوضعيات ولا راه واحد لا ريزيلتونت، واحد فهمتيني سلسلة من الإخلالات باش وصلتنا لهادشي. نعطيكم يعني فرنسا عندها 16 طبيب في كل 10000، افغانستان اللي راه كلها مشاكل عندها 2.5، فنادق عندنا 400 فندق. عندك اسيدي السجون، عندنا 80 سجن ولكن السجناء كثار من هادشي. غادي تعفوني ما نقول لكمش، لان يمكن اللي يسمعوني ما يعجبهمش الحال. كاين فائض السجناء على السجون، كيديروا واش حجره تهز خمسه يديروا فيها 10،
هذا راه مشكل، فهمتيني؟ ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.